السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد موضوع جديد مع فيصل المدن. خوتي مرحبا بكم جميعا، الحمد لله الناس اللي كتسول عليا وتشكركم جزيل الشكر على التعليق ديالكم الزوين والمتابعة ديالكم على القناة الصغيرة اللي هي الهدف ديالها هو المساعدة ونقل الأخبار الحصرية الصوت والصورة. وسمحوا لي إلا غلطت شي نهار شي خبر ولا شي حاجة، يعني كنا دم ولحم والإنسان راه ديما خطأ في الحياة ديالو حقيقة. الخبر ديال اليوم كما شفتوا في العنوان، وهو ما غاديش ندير لكم هذا الفيديو طويل إن شاء الله بحول الله، بغينا نتقاسموا معكم الخبر يلاه تحت اليوم 16/11/2020 متعلق بمدينة مدريد. كنشوفوا واحد التراجع كبير في عدد الإصابات بحالة كورونا في الأسبوع السابع على التوالي، وكذلك غادي نشوفوا رفع القيود على واحد 10 ديال المناطق هنا بمدينة مدريد. كيف ما لاحظتوا معنا على أن مدينة مدريد من بعد داك الزيار اللي تزيرت شحال هادي، من بعد القيود رفع القيود بعد بالعديد من المناطق وبمدينة مدريد برمتها، تشوفوا هناك انخفاض كبير في عدد الإصابات بهذا الفيروس الفتاك. الله يسترنا ويستركم خوتي وخواتاتي. كذلك كنشوفوا هنايا في هذا الخبر اللي تنقل اليوم خوتي وخواتاتي على أن هناك تراجع كبير في عدم دخول المستشفيات بواحد النسبة ديال 33%. نقرأ عليكم الخبر ونحلو شوية شوية. مدريد تراجع الإصابات بكورونا للأسبوع السابع على التوالي ورفع القيود في 10 مناطق، وهذه المناطق غادي نعرفوها ونشوفوا الأحياء اللي ترفعت عليها القيود. تشهد مدريد مع دخول النصف الثاني من نوفمبر الجاري، يعني تراجع للأسبوع السابع على التوالي في نسب الحالات الإيجابية المسجلة بفيروس كورونا بنسبة تصل إلى 66%. يعني هذا الأسبوع الثاني في نوفمبر، يعني كنشوفوا واحد التراجع كبير بعد الإصابات اللي وصل النسبة المئوية ديالو 66%. نتابعوا معكم خوتي وخواتاتي. مقارنة بأسبوع الموجة الثانية التي تم تسجيله في نهاية سبتمبر الماضي، يعني أنتم عرفتوا في نهاية سبتمبر كان واحد ارتفاع كبير ديال عدد الإصابات، واتخذت بعض القيود اللي جات من رئيسة إقليم مدريد حقيقة يوسف بطبيعة الحال اللي كانت كتدخل وكتخرج، ومن بعد جات تدخل ديال رئيس الحكومة ووزير الصحة اللي هو سلفادور إيا. ومن بعد جات انخفاض كبير في عدد الإصابات، نتابعوا معكم. وأدى ذلك بدوره إلى انخفاض حالات دخول المستشفيات بنسبة 33% بحسب وزارة الصحة. يعني هناك واحد انخفاض كبير بعدد دخول المستشفيات حقيقة. مؤخرا فاش كنت في المستشفى دزت فيها واحد المدة، كان المستشفيات بطبيعة الحال ما عمريش بزاف، وسولت مني بعض الفرمليات تما كاينة بعض الدكاترة، وقالوا لي هناك واحد انخفاض كبير، ما كاينش الناس بالمستشفيات بزاف كما كانت بشحال هذه. دابا وتقرر رفع القيود في 10 مناطق صحية أساسية كانت قد شهدت انخفاضا في نسب تسجيل الحالات الإيجابية بأكثر من 50% وهي على التوالي. غادي دير واحد القيود جديدة على 10 مناطق اللي شهدت رفع الحالات ديالها ب 50%. المنطقة الأولى بيا بيردي، ولكن بيا بيردي ماشي بكاملة، فيها الإسبانيو مالي سان أندريس سان كريستوبال. يعني هاد ثلاثة ديال الباريوس هما اللي غادي يكون عليهم واحد القيود لا أقل ولا أكثر. نجيو المنطقة الثانية هي بوينتي دي بايكاس هي سنتر بايكاس باش عرفو شنو كاين، ولكن حتى هو كذلك ماشي كامل، هي بعض الأحياء أو الباريوس ألا هو رافاييل بيرتين و بينيا بريتا. يعني هاد المناطق هما اللي فيهم هذا القيود. هناك منطقة أخرى سميتها موراتالاس كذلك فيها واحد الباريو سميتو بيناتيروس توريتو، هذه منطقة. النقطة الثالثة وكذلك هناك توريخون دي أرادوس كذلك فيها واحد ثلاثة واحد جوج ديال لي باريو اللي هما بروخوراس بالي لاس فرونتيراس. يعني هاد جوج باريوس هما اللي داخلين يعني توريخون دي أرادوس. وأخيرا وما قبل الأخير بارلا، ماشي بارلا بأكملها باش الناس ما تخلاش، يعني بارلا هو باريو كبير، واحد البلدية كبيرة يعني، ولكن باش الناس ما تخلاش فيها عديد من الباريوس. الباريو اللي فيه القيود هو سام بلاس، هي سام بلاس.
واخيرا هناك ودراما. ودراما واحد المنطقه كذلك وهي المنطقه ديال بيرميتا. بيرميتا يعني هذه المناطق هما اللي فيهم القيود اللي جازتها على مدريد باش تحد من ذاك الوباء. والحمد لله ملي كنشوفوا هذه الاخبار كنشوفوا ما كاينش واحد عدد اصابات كبيره هنا بين ريال مدريد، يعني كاين واحد الزيار شويه. ونتابع معكم الخبر. تصمم صلاحيه الاجراءات الى حدود 22 نوفمبر، يعني كتصمم الاجراءات حتى 22 نوفمبر على الرغم من ان وزاره الصحه ستحلل كما هو معتاد يوم كل جمعه تطور الوباء الوضع الوبائي وقد تعلن عن اتخاذ قرارات جيده. انتم عارفين هذه الاجراءات اللي تصمم 22 نوفمبر، وانتم عارفين كل جمعه يعني وزاره الصحه كتكون هناك الجديد في وقرار الجديدة باش انها تسيطر على الوباء. في نهاية هذا الاسبوع سيتعين عليها ايضا دراسة ليبقى على حظر التجول من 12 الليل الى 6 الصباح. اما الاجراءات التي ستتبع خلال العيد يعني العيد السنوي لم تتخذ بعد، يعني هنا كنتم عارفين هناك حظر ليلي، الحبس الليلي من 12 الليل حتى 6 الصباح، ولكن في نهايه الاسبوع نشوفوا هذا القرار فين غادي يوصل ان شاء الله بحول الله. كذلك القضيه ديال راس السنه مازال ما اتخذ حتى شي اجراء في هذا القرار، مازال ما عرفتش شنو غادي يديروا ان شاء الله بحول الله. انتم عارفين مدريد خلال راس السنه يعني في شهر اواخر شهر 11 وبداية شهر 12 31 لواحد في شهر 2021 تيكون هناك حفلات، وعندي بحفلات العديد من المناطق وفي السونتر مدريد. حقيقة هذا العام مشى لهم كلشي في الزيرو، يا حبذا ترجع الحياة كما كانت من شحال هادي وما أحسن. نزيد معكم. وأقر من نائب مستشار الصحة أنطونيو مالي تاباتيرو أنه سيتفهم حاجة المجتمع لمعرفة الإجراءات المتعلقة بعيد السنة مسبقا. الناس باغا تعرف يعني مسبقا شنو غادي يكون في راس السنه، شنو غادي يكون، واش غادي يكون شي عيد ما يكونش، واش الناس توجد ما توجدش هذا مكان. ولكن لحد الان ما كاينش شي قرار نهائي، لكنه دافع في الوقت نفسه عن ان الافضل طريقه للعمل هي متابعه تطور العدوى اسبوعيا حتى تكون التدابير ملائمه للوضع الصحي قائلا. سنرى بالضبط الاجراءات التي يجب اتخاذها اعتمادا على كيفيه تطور وضع مدريد. سنلعب مباراه تلو الاخرى اسبوعا بعد اسبوع، يعني هو قال جا اللسان ديالو غادي يشوفوا حاله الوباء اسبوعيا، ولا كان التطور في انخفاض ما كانش ماشي في تصاعد غادي يكون خير ان شاء الله، ربما يكونوا احتفالات ولكن بواحد العدد محدد من يعني من الجماهير والناس اللي بغات تحتفل ان شاء الله بعون الله. انتم عارفين الساحه ديال السول كلها كتعمر وغرامبيا وديك المناطق كامله كلها كتكون بخير، فلهذا مازال ما عرفنا شنو كاين الجديد والجديد ما كاينش. وعلى الرغم من تحسين الوضع الصحي في مدريد على الرغم يعني من تحسين الوضع الصحي، هناك تحسين صحي في مدريد، راه هناك واحد التحسن. أشار نائب المستشار إلى أن الفيروس لا يزال موجودا، لهذا السبب طلب أنطونيو من المواطنين تحمل المسؤولية والحذر وأوصى بتقليل عدد الرحلات إلى حد أدنى ممكن. يعني هو راه وصاكم واخا كاين واحد الخيفه في مدريد راه خاصكم تكون عندكم الحيطه والحاضر لقاش الفيروس مازال عايش معنا ويقللوا من عدد الرحلات. فلهذا هذه اخر اخبار هنا بمدينه مدريد بعدد الاصابات والقيود الجديده لعشر المناطق. بارطاجيو وسائل النطاق. شكرا جزيلا للمتابعه، ما نبقاش نقول لكم شاركوا معايا في القناه، اللي بغى يشارك مرحبا به، اللي ما بغاش يشارك مرحبا به كذلك. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.